استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد شارل ميشيل في القاهرة في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبي، مؤكدا سيادته مكانة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط. من جانبه تقدم السيد ميشيل بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما في القاهرة، مسمنا في هذا الصدد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا، فضلا عن كونها محورا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تلقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية. رئيس المجلس الأوروبي أعرب عن التقدير لجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا أنها تعد نموذجا ناجحا في التعامل مع تلك التحديات. كما تطرق السيد ميشيل إلى أفاق التعاون الثلاثي مع مصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث أشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى فرص توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، معربا سيادته عن استعداد مصر للانخراط مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروعات تنموية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية.